مرحبا اخي بك، يوسف، تحياتي، واحنا سينا عند اتصل الكلمات. بالفريق اخويا مرحبا باش نبدا مرحبا. اللقاء. نعم اخويا مرحبا. خويا في عجاله، الله يرحمه، ديال الوقت ما بقاش لينا. قول زيد لي في اخويا النبيل، زيد في اشنو الراي ديالك في الميركاتو اللي كاينو مشاكله دابا؟ يلا قول لينا. انا شوف، انا سمعتك مزيان، رابورت على قضيه داك الطرح ديال السلامي وي وعجبتيني. علاش عجبتيني؟ حيت فهمتي الهضره فين غاده، الله يحفظك عرفتي التوجه ديال السلامي فين غادي. الله يحفظك خويا. انا نقول لك، واش اخويا حنايا الزمان راه، حنا المحمديه، حنا اخرين بقى باش نديروا لا ديفينيسيون ديال لي زوبجيكتيف. لا 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 راهي لا خويا، شوف الله يحفظك. انت شوف، مع احترامنا لجميع الفرق، ما كاين مشكل. شوف، تنسحبها تنسحبها كل صافي، فرقه تنسحبها عندها تاريخ اخويا ديالها، الناس، ماشي مشكل. حنا غير تنسحبها المهم انا معاك على تنسحبها طول، اخويا الناس. انا معاك على لا طول لا، الخط. هاي جات في السياق، انا جات في السياق، لا انا لا ما صافي، قلتش معليش، حاجه. انا معاك على طول الخط، بانه ماشي وقت لي زوبجيكتيف كيدارو في اول العام، كي راه باينه واضحه. الراجا تفضل. هو الناسيك، هو الناسيك الراجا اخويا، راه ما محتاجاش تحدد لي زوبجيكتيف. اي كومبيتيسيون دخلتي لها خصك تربحها، وي ما كاينش تحديد الاوبجيكتيف. دابا علاش هذا الجمهور تينادي تيقول راه الناس تيقزموا الراجا؟ وي راه ما جبناش وقلنا بان هذا مكتب الموسيقى وي تيقزم الراجا، علاش؟ وي 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 هذه نقطة. ثاني حاجة، أنا سمعت الناطق الرسمي أخويا يوسف مع موقع ديال الأنصار، قال لهم يلا غنجتمعوا مع المدرب نهار اثنين. ايه لا، سمعنا وبالله لك الفضيحة، عليك، سمعنا لك الفضيحة. وبالله عليك أخي، أنت راه خصك تكون قبل ما يتحل الميركاتو، تكون جمعتي مع المدرب، حددتي شي لاليست، شكون اللي غيمشي، شكون غادي يجي. اون فوا كيتحل الميركاتو البرومي جور، كتمشي تسيني مع الناس وكتليبيغي الناس. دابا انت غتخلي حتى نهار اثنين غادي يكون النص ديال الميركاتو، عاد غادي تبدا تفكر شكون غادي يمشي اخويا يوسف. ودابا انت جاتك معقوله القضيه هذه؟ وشو دابا الضحك، الضحك على عباد الله، كيضحكوا على عباد الله. انا شوف، انا فهمت فهم اخرى، انا فهمت هاد الناس الاستهلاك ديال الوقت وي باش يديروا لينا كيما لي ميركاتو اللي فاتوا، وي ربح الوقت، ومني غادي يدوز عاوتاني يسالي الميركاتو يحطونا امام الامر الواقع صافي. ويقول داكشي لك يقول لك ان شاء الله، ان شاء الله في الصيف، بحال شي هضره اللي كيخرجوا بانه راس سينو مع الزرهوني عقد مبدئي، غادي يخرجوك هاد العناوين باش يسرحوك. يربحوا الوقت، يربحوا الوقت. وعاوتاني انا ما نكذبش عليك، انا الى طرا نفس السيناريو خاص هادشي يحبس اخويا يوسف. هاد الناس شنو الاضافه اللي تيقدموا؟ راه يا خويا يوسف اذا كان غيتسناو تيدخل 6 المليار، راه نحطوك انت واقيلا بالضبط شي راجعوي ديالك غتسير احسن منه. الله يعاون، يعني حتى تدخل الفلوس ونبدا نفرق فيها. صافي، انتوما شنو الإضافة؟ شنو الإضافة؟ شنو الإضافة ديال هاد الناس؟ هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين وش خويا. المشهد؟ نعم أخويا، نعم. غير تأتيت المشهد وصافي، طلع من والأزمة، وأنت مازال شاد ليا في الكوفي. يعني ماشي تأتيت كاينة شي حاجة المسجد، تبعها. ماشي تأتيت المشهد، راه كيستافدوا. الناس راه كيصاوبوا لك، الناس كتصاوب لك كارت فيزيت ديالها. فهمتي؟ فوالا، راه داكشي أنا ما كتفهمش يا خويا يوسف، كاين الأزمة فهمتي؟ وكتقول لي الأزمة وأنت مازال لاصق في الكرسي. الناس كتصوب لك كارت فيزيت شرح ديالها، عليك. كتقضي غويرداتها، كاين اللي شي لعاب ديالو، كاين اللي جايب سميتو، كاين اللي عنده مصالح اخرى كيقضيها، كاين كل واحد. فوالا، اما الناس انا ماشي، الناس واحد ماشي جالسه فابور، جالسين بمقابل. ومضحك شويه اخويا يوسف، انا سمعت قبيله السيمو الخيار المنخرط ديالنا قال لك حنا ما تنشجعوش الاشخاص، تنشجعوا الرجاء، والاشخاص كيمشيو والرجاء كتبقى. انا غنقول راه الاشخاص راه باقيين اخويا، الخيار ما كيمشيوش، هذا هو المشكل. ما كيمشيوش الاشخاص اللي كنهضر عليهم راه باقي. هذه نقطه، واحد النقطه اخويا يوسف بغيت نشيرها معاك، نعم، وبغيت كيهمني الراي ديالك فيها مزيان. هي بارابور شي لاعبين اخويا يوسف مسنين بواحد 400 مليون 500، وي وتيلعب لك ماتش تيغضر لك 10، هذا ما خلصتيش مشكل، كيدير لك لا ريفولت وكيتمرضين عليا. مشكل، نقول لهم الحافظي بو طيب، انا كنظن انه في المرحله القادمه يجب اعاده النظر في عقود ديال الناس، لان الفلوس اللي مسنين بها لا توازي العطاء اللي تعطونا على ارضيه الملعب. وراك شفتي هذا الرفع من القيمه ديال لي بريم سينياتور ديالهم باش يجددوا دوك اللاعبين، هذا ما كيدخلش للعقل، تيبان لك بانه كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك في الراجا، فرقه كتعيش ازمه ما يمكنش وكترفع العقود بهذيك النسبه، راه كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. احسن الغوند ما يمكنش. ودابا السي الحافظي، بالله عليك، انا الحافظي كيجيني حاله شاده. انا ما نكذبش لك، الحافظي يوم نمار، لانه كل عام كيدير لينا نفس القضيه، لي ماتش ديسيزيف اللي تنوقفوا عليه ما كنلقاوش. وهذاك الشيء علاش داك الشيء علاش كنت ما كيتخلص، راك شفتي شنو اللي كان طراجي. داك الشيء علاش كناديو بالظلام، كناديو بالظلام عباد الله، والظلام عندك هو وداك اللاعب الليبي
راه هو ويا صحاب وعندهم نفس الوكيل. الضرة للهذا للهذا بجوج فوالا، بجوج، لان داك انا السيد قلنا اللي جوج هاجر سميات. راه ما كانش يعرفو حتى شي واحد، ويا ولينا يا كنسمعوا انه السيد مصاب لا ماشي مصاب، خد الشيك طيب ديالو ولا بحال ما عمره ما كان يا مصاب في بحال الوقت مصابات الانتفاعي. شي سمعت شي 30 مليون اللي دا. على كل حال شكرا خويا، كنشكرك اخويا على شكرا لك التدخل، اخويا، تحياتي لك، تحياتي، فرصة شكرا. سعيدة. بقى لنا الاخر في اللائحة اللي هو السي هشام خاطر.